حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا علاء الصالح وهذه حلقة جديدة من استديو التاسعة. لم يكتفي عبد الفتاح البرهان بقتل المتظاهرين قصدا أو بالإخفاق في حمايتهم عجزا وفشلا، أو على الأقل باعتقال من يقتلهم في كل مظاهرة تواطؤا ربما أو فشلا كذلك، لم يكتفي بكل هذا بل راح يستنجد بشر أهل الأرض، وين مكانه في خراب، وين مراحه في إفساد، وين مراحه في مؤامرات الصهاينة، راح يستقبلهم ويستنجد بهم. وفد صهيوني يزور الخرطوم ودماء السودانيين تسفك كل يوم، فإلى متى هذا العبث؟ إلى متى هذا التلاعب بمصائر بلداننا، بأحلام شعوبنا، بتضحيات شبابنا، إرضاء لأمريكا ولا لدول أوروبية أو حتى للكيان الصهيوني؟ لمصلحة من كل هذا العبث أيها السودان الجميل؟